العطاء الثوري لا حدود له، وقافلة الشهداء لا تتوقف. كلما خر شهيد ألهب الثوار عزما وعزز مبدأ المفاصلة مع نظام الحكم. استيقظ البحرانيون هذا اليوم على خبر التحاق الشاب الميداني المطارد والمحكوم بالسجن 24 عاما إلى قافلة الشهداء. حسين أحمد شرف ذو 20 عاما من بلدة العكر كان هدفا لأجهزة أمن النظام، حتى تمكنت من محاصرته هذا اليوم في بلدة العكر لتنتهي المطاردة باستشهاده. وقد نعت قوى ثورية الشهيد حسين أحمد شرف، بينما نشرت سرايا المختار بيانا ذكرت فيه أن الشهيد كان أحد قياديها الميدانيين. وتشير التفاصيل إلى أن شرف استشهد متأثرا بإصابته إثر حريق اندلع في المنزل الذي التجأ إليه خلال مطاردته من قبل أجهزة الاستخبارات التي منعت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق. الساعة 1:30 سمعت صوت قوي، انفجار قوي لدرجة أن البيت ارتج كله. قعد زوجي كلهن في صوت انفجار كب فوق الورشة. ابنة عم الشهيد صرحت بأنها سمعت دوي انفجارين متتاليين من جهة المنزل المحترق قبل انتشار خبر استشهاده. صار انفجار مباشرة عقب بعد ثاني، فحسيت بالخطورة واضطريت أنني أخذ أولادي وأطلع بهم. طلعت بهم وشفت المكان كله دخنة وحريقة كانت مرتفعة فوق واجد في البيت. عقب زوجي راح جابنا المطافي وجاء عقب تقريبا ساعة ونص قالوا لنا إن في واحد داخل حصل على جثة متفحمة بالكامل.